أنا مش كان سلم ريح يتخلى الكرة واستغل نادي الفريق. ناراني الحديقة من نهارة اللي خرجت ما دخلت لهاش، لأن وجودي باش يربك الناس. سؤال محرج ماذا بيا ما نجاوبش عليه. شو تقلق؟ مسؤول في الترجي يجي يشكك في أنا؟ وقالها الحكم في التلفزة، قال حكم مكرم اللقاء ما أعتقد، قال يجري ورايا رياض بن نور يقول لي بعثك للناس يمشي بو، ماذا بينا شكون يجي مفسد كيفي أنا؟ الشيخ بن خديجة كان هو العين السهرة مع الحكام، كانوا أعتقد في الحمامات. أنا فضل الحكم يغلط الفايدتي ولا يغلط ضدي. يا الجريد قال فيه برشة كلام، هو طول معناها في الجامعة.